نكمل مع بعض شغل الميتالز، والنهاردة نتكلم على هما كام خامة مع بعض، اللي هي الخامة بتاعت ديسك الفرامل، والخامة بتاعت الجزء بتاع السنتر، والخامة بتاعت الكليبر. اول حاجة عايز ابدأ بيها التكتشر دي او الماتريال دي. يمكن الخامة بتاعت الديسك ده بيبقى فيها، لو انت كتبت في جوجل ديسك بريك او بريك ديسك واتيفر، اي واحدة فيهم قبل التانية، هتلاقي ان دي مشرحة بشكل دائري كده، يعني في تشريح فيها كده. التشريح ده يجي ازاي؟ لو رحنا الكرييت شيدر، ارنولد شيدر نتورك، اول قبل اي حاجة انا عايز اشوف هنا الديسك فين، تمام، اللي هو الديسك الاولاني والباك ديسك، الاتنين مع بعض. هاخد الاولاني وهاخد التاني لان الاتنين نفس التكسر، ودي هسميها ديسك. دبل كليك ونفتح دي، وكالعادة AL Surface، تمام. اول حاجة هتكلم فيها ايه الديفيوز. يمكن الديفيوز برضو هتبقى نفس الدنيا بتاعت المرة اللي فاتت. انا عايز اشيل السبيكر الاول. هنشتغل بنفس التكنيك اللي احنا اشتغلنا عليه في الديفيوز. انا عايز اروح احط ايمج، تمام. بس الايمج دي افتكر ان انا هلاقيها في مكتبة العربيات، يعني في 3D. تمام، صورة زي حاجة زي دي كده. فأقوم جاي عامل open، ماشي، وهوديها للديفيوز color. طيب هي ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ اهي، تمام، هي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. لكن انا مش عاوزها تبقى باينه قوي، يعني انا مش عاوز دي تبقى باينه قوي، لان انا كده كده هاخد الكالر من بقيه الكالر الموجود في السبيكر. لكن دي افتكر المكان بتاعها كويس، مش محتاجه تايلنج، مش محتاجه، هي مش محتاجه اي حاجه. والله مش عارف، انا عايز اجرب ابعتها هي كمان في السترينجز. لا، ليه؟ لان فيها حتت بيضة قوي، وممكن ان انا يعني خليها كده، وهروح هنا اخد رامب فلوت الت فوق دي انسرت افتر انبوت، وبس كل الحكاية ان انا عايز اسحبها لتحت شوية. انا مش عايز الكالر يبقى، مش عايزة تبقى ديفيوزد قوي، يعني بالشكل ده كده. ودي بس سنة جميل قوي كده. طيب بعد كده الايمج اللي بعدها، بما اني هشتغل على كذا ايمج هناخد لير كولر. على فكره هي هم مش كتير، خلاص، فهاخد الاولانيه دي هحطها هنا كده الاول بس عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ودي هنقول ان هي لير 1، تمام. بعد كده هناخد ايمج ثانيه، مش من هنا بقى، نرجع ل assets 2D assets textures masks، تمام. ممكن ناخد
حاجة زي دي، تمام. وقبل اي حاجة عشان انا افتكر ان انا هحتاج ان فيها اسود، فمثلا انا هحتاج ان انا انزل اسود رامب فلوت الت فوقها كده، واحط دي كلاير 2 ونزود لاير 2 الفا. تمام، افتكر تمام. لو جينا عملنا 2 باي 2 انا شايف انها كويسة، بس هي كل الحكاية بس ان انا هرفع الكالر ده كده وهسحب الابيض ده كده، واروح هنا وهخلي دي مالتيبلاي. تمام، افتكر هو مش هزود في الديفيوز اكتر من لير واحده كمان. تمام، تمام، هي واحده بس هتعمل لي زي سمول دوتس، مش اكتر من كده. هاخد رامب فلوت كده كده هحتاجها مش هتخسر، وهقول له ايمج، واخد ايمج، وعايز واحده فيها بس مجرد شويه دوتس. في واحدة افتكر في اهي، تمام، وهحط دي الدوتس افتكر اعلى من اللي انا عايزه، وهحط دي هنا كده كلاير 3، وهنا واقول رافع لاير 3. تمام، انا زي ما قلت هي فعلا اعلى من اللي انا عايزه، حتى لو انا عملت دي مالتبلاي مش حلوة يعني. تمام، فهنرفع دي كده بالظبط، يعني حاجة بالشكل ده، ومش عايزها برضو في كل يعني في كل الأماكن كده. فهناخد ايمج تانية، الايمج دي هتبقى بس الألفا، لأن أنا مش عايزها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فممكن والله ممكن واحدة زي دي هي جاهزة أصلا. تمام، واقوم واخد دي حاططها هنا ك لير 3 الفا. بما اني حطيت لير 3 الفا، فانا ممكن اخد دي لتحت شويه كده، والايمج دي افتكر محتاجه تتكرر 3 باي 3، طب 2 باي 2، طب نشوفها. وان كويس، وان تمام. نخلي دي زي ما هي كده. انا خلصت كده من الديفيوز خالص. لو احنا بقى وصلنا دي للديفيوز كالر، وخدنا دي حطيناها هنا في البيوتي، ونشوف شكل الشيدر هنلاقيه بالمنظر ده كده. يمكن لو عملنا دي 100 هنلاقيه بالمنظر ده. نعمل سيف، تمام، وكده احنا خلصنا من الديفيوز. طيب بعد كده احنا بنشتغل في ايه؟ بنشتغل في السبيكولر. احنا طلعنا بدي كده بقى كده خلاص، ودي دي بعيد. هنروح كده وهنروح على السبيكولر، وهنخلي دي 1 تمام كالعادة. فرنل 0 ليه؟ عشان هشتغل هنا بإيمجز، نفس القصة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. تمام، طيب هروح اخد ايمج. فين الايمج الاولانية اللي هي فلير 1 اللي هي الايمج دي؟ تمام، يبقى انا هدبلكيت الرامب فلوت دي، وهاخد الايمج دي كده. محتاج بس ان انا ابص عليها بصه عشان ابقى عارف انه هيبقى ريفلكتيف وانه لا. افتكر الدنيا هنا كده تمام. هنروح هنا
فيو سبيكولار سترينجز وبنودي دي هنا كده. تمام افتكر لو رفعنا دي كده اهو زي ما احنا شايفين بدا يبقى في حتت فيها سبيكولاريتي وحتت تانية ما فيهاش. تمام قوي جميل جدا ماشي حلو. لو انت مش عايز الكونتراست ده هتسحب دي كده بحيث ما تبقاش كونتراستي قوي يعني. دي كده الاولانيه يعني. اذا انا كده محتاج لير كلر وناخد اللير كلر دي هنا وناخد دي كلير 1 تمام. وعندنا بعد كده الايمج التانية اللي هي دي كالعادة دراج للرامب فلوت وناخد دي نحطها في الانبوت ونودي دي كلير 2. نيجي هنا ونرفع لير 2 الفا تبقى بواحد. طبعا هنا بقى في كلام في الرامب فلوت دي دي فيها كلام. اولا انا هرفع دي كده دي حاجة. الحاجة التانية انا نسيت ان انا اغير المود لمالتبلاي تمام. فانا هرفع دي كده ودي ما تبقاش بالمنظر ده يعني ما ينفعش ان انا اخليها سودة تمام بالشكل ده كده. لا هي فيها نسبة ريفليكشن بس مش بالمنظر اللي احنا شايفينه. الروفنس ملخبطاني تمام. فانا هقلل الروفنس شوية هو انا بعمل كده ليه علشان اشوف الريفليكشنز مظبوطه ولا لا. بس واضح ان دي بتاعه الهيدر محتاج انها تتغير. فايس بيبول شوية هيدرز كويسة. انا اخترت واحدة وادت ريفليكشنز ظريفة. نكمل تمام كده خلصنا من دي. انا مش هعمل حاجة تانية في السترينجز تمام لان يعني مش مستحب قوي لو احنا رفعنا دي كده. يمكن لير 1 دي انا عايز اخدها ورا عشان انا عايز اقفل او اخلي لونه اسمر شويه لان هو ما بيبقاش بالمنظر ده تمام. ما بيبقاش بالشكل ده او مش بيبقاش بالشكل ده بيبقى مقفول سنه. الريفليكشن بتاعه بيبقى مقفول سنه ما بيبقاش شايني قوي. وكده افتكر ان احنا وصلنا لحاجه كويسه يعني. هي طبعا بترجع للتيست بتاعك انت. انت شايف ان هي كده تمام ماشي حابب انك انت تخليها ريفليكتيف ماشي. على فكره هو له كذا بروفايل يعني هو
لو شفت على جوجل هتلاقي صور كتير جدا، في حاجات منه شبه داخله زي الكروم بالظبط، في حاجات تانية منه سمراء، في هو له اشكال اشكال كتير كتير قوي يعني. بس فمبدئيا انا هرسى على الشكل ده، ونخش بعد كده على الروفنس. طيب الروفنس بقى ظروفها ايه، ظروفها ايه، ظروفها ايه، ظروفها نفس ده بالظبط. تمام، افتكر هيبقوا نفس دول. تمام، يمكن انا هاخد دول كده كنترول واسحبهم تحت. تمام، وهاخد الايمج دي للفلوت الاولانيه، والايمج دي للفلوت التاني. تمام، احنا متفقين ان المناطق مفروض ان المنطقه دي هتبقى مور رف، يعني هتبقى فيها الرفنس عالي. فبما اني قلت كده يبقى على طول احنا هنعمل لها انفرت، يعني انا هطلع دي فوق دي وهجيب دي كده شويه. تمام، جميل. اذا هنا هنا هيبقى فيه رفنس، وهنا هيبقى فيه ريفلكتيفيتي في الحته دي كده. تمام، دي الاولانيه. هنا نفس الليله في اللي هي 1 برضو هطلع دي كده وهجيب دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اذا انا لو خدت دي رحت حاططها هنا في السبيكلر 1 روفنس، ورحت مودي دي، مودي دي هنا، استنى لما يخلص وارجع لكم. دي كده النتيجة بتاعتنا من الاي بي ار. طبعا محتاجين ان احنا نعلي بقى السامبلنج في الريندر سيتنجز، لكن نتيجة كويسة جدا. في المحاضرة بقى اللي جاية انا كده كفيت خلاص في الديسك، ما مش هتكلم فيه تاني. المحاضرة الجاية هنعمل بقى الخامة بتاعت البلاك ميتال اللي في النص، ونتكلم برضو على الخامة بتاعت الكليبر، لان الخامتين مفهومش يعني مفهومش كلام كتير، وبرضو هيبقى لينا كلام على ازاي نحط الماركة بتاعت الكليبر اللي هي بنسميها الماتريال ستاكينج، والالفا في الارنول. اشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.